والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزر، إليك مصطفى. شكراً هبة حسين، شكراً إينا منصور. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. اختتمت اليوم فعاليات الدورة العادية 13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وألقى فيها وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة والسادة ممثلي السادة الوزراء على مشاركتهم في هذا الاجتماع الهام، معربا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر. أجرى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مباحثات حول جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية والتحول الطاقي على هامش مشاركته في فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن. وخلال لقائه بجين توغود الراعي الاستراتيجي للحكومة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، أكد الملا على أن مصر تدرس الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الهيدروجين، لافتا إلى أن سعر الهيدروجين الأخضر سيصبح أكثر تنافسية في المستقبل. أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص يدعم صناعة الطاقة في تنمية الطاقة منخفضة الكربون. وخلال مشاركة المائدة المستديرة لشركات الطاقة بالمملكة المتحدة، أضاف وزير البترول أن شركات البترول والغاز تعمل على موائمة استراتيجيتها وأنشطتها بما يتماشى مع التوجه العالمي لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون. وأشار أيضا للدور المتنامي للهيدروجين، ويعتبر أيضا مصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، وأكد على أن إمكانيات صناعة البترول والغاز في مصر تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين بما يسهم في تحسين اقتصادات العمليات الإنتاجية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط وفيها وزنت السوق ما بين قفزة في إنتاج المصافي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم وضعف التوقعات الاقتصادية هناك، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 4% لتصل وتحقق 73 دولار و23 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1% ليصل إلى 68 دولار و28 سنتا للبرميل، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.88% لتصل وتحقق 2.38 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.5% لتسجل 2.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية سعودية ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% في مايو الماضي على أساس سنوي، وأرجعت البيانات ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع إيمان وهبة. أشكرك مصطفى.